قبل ما اخش في تفاصيل الحلقه ونروح لبقيه الفقرات، لازم اهني نجم النادي الاهلي ومدربه الحالي كابتن سامي قمصان، واحد من نجوم الحقيقه اللي ياما متعونا في الملاعب وما زال حقيقه حتى خارج الملعب معروف عنه الحقيقه. يعني ما حدش بيتكلم عن كابتن سامي قمصان الا ما يتكلم عنه بكل خير، شخصيه دايما محترمه وشخصيه مجده دايما في اعمالها، وشخصيه دايما حابه تطور من نفسها. وفوق كل ده وده الحقيقه عشقه وانتمائه للنادي الاهلي واضح للجميع. كابتن سامي قمصان كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد، وان شاء الله سنه جايه تكون سعيده عليك وعلى كل الناس اللي بتحبهم. وبالتزامن مع سامي قمصان نجم القاضيه طبعا النهارده كمان نجم النادي الاهلي مجدي قفشه الحقيقه بيحتفل بعيد ميلاده، نجم القاضيه الحقيقه اللي وحشنا وان شاء الله باذن الله يرجع دايما زي ما اتعود او زي ما هو عود كل جماهير النادي الاهلي، واحد من اهم لعيبه الجيل الحالي. نتمنى له طبعا كل التوفيق ونتمنى له كمان سنه سعيده نجم القضية ممكن.